الفوكس واجن وتقول الترافيك لايت مو قلوبات. ارجع عيوني ارجع معرض الجاسم ب 43 مليون موديل 2022 اول سياره تدخل للعراق معرض الجاسم. المانيا بالعراق على الكهرباء ما تخسر بنزين، تشحن بالليل وتنطلق الصبح وين ما يعجبك. ويكاب لادارات حساسات كهرباء بانوراما معرض الجاسم لتجارة السيارات. احكي عمي شنو عندك؟ احكي لنا. غرد باوع الشاشة باوع الدشبول هم بيها نظام اقتصاد طبعا. هذا عندنا هنا هذا الدي هذا البي، شلون الايكو هنا عندنا بسيارات البنزين، هذا يوفر الكهرباء مالتها يخليها تقتصد اكثر بالكهرباء. سرعتها من الصفر للمية بثمان ثواني، 201 حصان السيارة. طلقة السيارة ان شاء الله وتبريدها ثلج. هاي مواصفات السيارة، اول سيارة دخولها للعراق. شنات جلد بانوراما تخبل موديل 2022 معرض الجاسم الشارع الرئيسي في النهضة. سيارة على الكهرباء بدون بنزين، لا تحط محسن ولا تدق دوانس. ألماني اي دي 4 تخبل، كلها ايرباقات كلها حساسات على الكهرباء. شك ما مالتها وهاي العلامة مال فوكس واجن. اول سيارة تدخل العراق موديل 2022.